في اللي بينافسوا يعني الاهلي والزمالك وبيراميدز دول داخلين، لان دول بيصرفوا زي ما قلت لك الميزانيات بتاعتهم بعيده قوي عن كل الفرق. خش بقى معاهم الميزانيات اللي بعدهم، التقال عندك المقصه صرفه جامد قوي، الاتحاد صرف جامد قوي، الاسماعيلي صرف جامد قوي، ولازم الاسماعيلي يخش في الـ في الـ في الـ في, الـ في المربع دايما. الاسماعيلي فرقه اللي انا بحبها يعني وبستمتع بيها دايما. الاسماعيلي وعندك الجونه فرقه السنه دي برضو، والانتاج في فرق كتير هتنافس السنه دي على المربع. انا بقول لك في فرق كتير السنه دي هتبقى الدوري الاصعب.